أسماء السعادة. سعادة عندها أكثر من اسم ومعنى، وربما تكون صحة بالنسبة لبعض الأشخاص، أو المال، أو البنون، أو حتى الزواج. غالباً هي مجموعة من الأسماء على حسب الأشخاص أو لحسب طبعاً المتطلبات ديال كل واحد. كنا في هذه الحياة تنبحثوا عليها وتنقلبوا عليها وكأنها دائماً بعيدة المنال. الحقيقة أن السعادة قرار تخص مجموعة من الأمور، فهي إذن ماشي هدف وإنما طريقة للحياة. أسماء السعادة مع الأستاذة أسماء الهاشمي من 2 حتى الخميس من 6 إلى 7 على راديو بلوس. السعادة قريبة منا، تنعيشها ولكن ما حاسينش بها. مساء السعادة مع مستمعي الكرام، أهلا بكم في بداية أسبوع إن شاء الله جديدة. واليوم بالتحديد يعني يوم الاثنين تكون فيه شوية ديال التعب وشوية ديال لغوبخيز، فبالتالي نحاول ما أمكن أننا نحاول ندستريس إن شاء الله، نحيدو ستريس ديال العشية وستريس ديال اليوم الأول من الأسبوع ونبدأ واحد اليوم واحد المساء سعيد. فإذا غادي نتكلموا اليوم على دائما في المجال العمل وفي مجال يعني المشاريع، علاش أنه الفشل، علاش نشوف الفشل دائما كأنه نهاية العالم وماشي فرصة جديدة باش يكون نجاح لنجاح أكبر، علاش ما نشوفهاش بالعكس ربما تكون بداية لشيء جميل ونجاح أكبر. فهكذا الأمور اللي خصها تشاف. إذا شاركوا معنا التفاعلات ديالكم والتجارب ديالكم، مفيدة بالنسبة لإفادة الجميع، لأن هنا برنامج ديالكم طبعا كل ما كانت تشارك التجارب غادي يكون يعني شيء أحسن، وغادي نستفدوا الناس وغادي إن شاء الله نخرجوا بخلاصة إيجابية. الأرقام ديال الهاتف 0526 66 66 أو 0526 66 67 أو 0526 66 68. وذكر أيضا بالنسبة للرقم اللي كنت عطيتكم مش حالة دي ديال الواتساب، لكن ممكن دابا محد البرنامج يعني مباشر من الأحسن تكلموا معنا في الفيكس، ونخلي لكم في نهاية البرنامج الواتساب بالنسبة للتساؤلات اللي تتكون من بعد متروحة أو اشتراكات في مجال يعني في موضوع غدا إن شاء الله. إذن في انتظار تفاعل ديالكم في هذا الموضوع، واش فايت لكم أنكم يعني وقع لكم بديتي شي مشروع ما كملتيش، جاك واحد التعسف في العمل وجراو عليك وكانت طبعا بداية خير بالنسبة لك. فالإنسان العاقل طبعا تيقول أشكر الناس اللي جاو عندنا اللي لقيت منهم الخير، وأيضا أشكر الناس اللي لقيت منهم الشر، لأن بعض الأحيان تيدفعوك لشي حاجة أفضل. طبعا الإنسان خصو دائما يحمد الله على كل شيء، يحمد الله على يعني المسائل، رب الخير لا يأتي إلا بالخير. فبعض الأشياء يعني تبدو لنا تبدو لنا شيء حاجة قبيحة، لكن هي ربما بداية يعني بداية موفقة لشيء ما. فدائما نكونوا دائما على استماع ونكونوا تنشوفوا شنو ممكن هاد القضية، شنو ممكن تخبي وراءها، من غير هذاك يعني بحال تنحس بأن مات الأحلام ديالي أو أن الهدف ديالي وقف. لا، مش الأمور خاصة تشوف بحال هذا الشكل. وطبعا التاريخ مملوء بعظماء يعني فشلوا شحال من مرة قبل ما يوصلوا للنجاح كبير، غادي نذكروهم، غنذكروا بعضهم في هذه الحلقة من باب يعني العلم بالأشياء بالنسبة للإخوة اللي ما عارفينش. وطبعا احنا أساسا احنا كمجتمع وحنا كناس عاديين وقعت لنا مسائل ربما في الأول شنا كانت ربما تتبان على أنها فشل، لكن هي في حقيقة الأمر هي بداية يعني فتح باب جديد. في انتظار اشتراكاتكم على الهاتف 0526 66 66 أو 67 أو 68. ربما غادي نكتبوا في اللايف باش حيت دائما الإخوة يقولوا لي عاود كتبيه لنا في اللايف، ربما تنذكروا بسرعة. فإذا في انتظار المكالمات ديالكم في هذا المجال، يعني علاش أنه تنشوفوا الفشل في العمل كأنه فشل، يعني فشل في الحياة أو فشل في دراسة ما، علاش تنشوفوا على أساس أنه يعني النهاية. فربما يعني حتى بالنسبة للدراسة ربما بعض الأشخاص يعني فشلوا في دراسة معينة وبدأوا دراسة جديدة وكان طبعا فيها التيسير،
وكان ساعدتهم هذه القضيه على انهم يمشيوا بعيد في الدراسات ديالهم، وساعدتهم على انهم يلقاو عمل اسهل. إذن الفشل في شيء ماشي هو النهاية طبعا، الفشل ماشي يعني ربما أن ذاك الطريق أو ذاك الباب ماشي ديالتك. بعض الأحيان أيضا تقول تيجيب لك الله شي واحد تشوفه فاشل في الحياة دياله بصراحة، يعني فاشل في العمل في عمل ما، وتتقول أما بغيتش حقا يمشي في حالته لو تنخاف أنه غادي يخرج إلى آخره، لكن هذا بصراحة ماشي عود، لأن الإنسان لو أنه استمر في شي بلاصة هو ما نجحش فيها فهو تدار نفسه. يعني الانسان ماشي عيب انه الانسان يعني يستافد ويقول هذا العمل ما دار ليش، وهذه المؤسسه ما دارت ليش، وانا ممكن نشوف شي حاجه واحده اخرى، ويفتح يا عليم يا رزق يا كريم، والانسان يقول يعني يطلب الرزق من صاحب الارزاق ويمشي لبلاصه واحده اخرى ربما يجيب الله فيها التيسير. اما بعض الاحيان تلقى الانسان يعني وخاصه تيكون يعني مده طويله وهو في واحد المكان معين وما قدرش ياخذ هذا القرار على اساس الخوف طبعا، وعلى اساس انه عنده طبعا مشكل في الثقه في النفس، لكن هو اساسا عنده ثقه ايضا في الله سبحانه وتعالى وثقه في القدرات اللي ممكن تبان، حيث بعض القدرات ما تتبانش الا في يعني الا في الحزه. فمزيان ان الانسان يخرج من هذاك تنسميوه حنا لو غيزو دو كونفور، مزيان الانسان يخرج من يعني ذاك المربع اللي تلقى فيه راحته باش يتعلم شي حاجه جديده. هنا غادي نذكر امثله عديده في هذا المجال. طبعا ممكن نذكر عظماء ممكن تعرفوه، طبعا فورد معروف، هو طبعا مدير كبير صنع شركات فورد ديال السيارات معروفه الى اخره. هو انسان مثلا كان يعني طرد وما كانش يعني عنده يعني مشى للدراسه بشكل كبير الى اخره، ومع ذلك فهو يعني نجح وعمل أكبر شركة سيارات في العالم اللي هي معروفة بشركة فورد. بزاف الأمثلة في هذه القضية بزاف. عندك بيل جيت مثلا، فهو فشل في الدراسة وفي الجامعة أيضا، كان في جامعة هارفارد وفشل في الدراسة وعمل شركة الأولى وأفلست، ثم عاد قبل ما يلاقي النجاح في مايكروسوفت اللي عارفين كل شيء دابا عارف هاد بيل جيت ومايكروسوفت فين وصل اليوم. فالإنسان ما يأش، ربما بعض الأشياء تبدو لنا في الأول قبيحة أو تبدو، لكن ربي تيجي فيها الله تيسير، لأن الإنسان ما تعرفش شنو كاين وشنو هذا. إذا كاين بزاف المكالمات أنا عاد شفتهم، كاين السي عزمي، دونك غادي ناخذ السي عبد اللطيف من مدينة مراكش. تفضل السي عبد اللطيف. السي عبد اللطيف؟ لا لا فاطمة. ألو؟ الو الو السلام عليكم. اهلا لالا فاطمه الدار البيضاء، تحيه للمراه وتحيه لسكان الدار البيضاء. ميرسي. بونجور لالا فاطمه. الو شنو هي الانترفونسيون ديالك اليوم معنا؟ فوالا عيطت لكم غير بوحد واحد التجربه يلاه حتى انا مريت بها ميم با دابا واحد 3 موا. ايه كنت خدامه مع شي ناس، خدامه معاهم 50 سيزون وشي 11 عام دابا. 11 عام ما شاء الله، وعمر هذا عمر. بيان سور، كنت خدامه بحال في ديالي ولا اكثر كاع، عافيهم دمي وكل شيء. فينالمون شحال من واحد كيجي تيقول لي نورمالمون هذا الشيء اللي انت فيه تقدري تخدمي راسك وديري افير ديالك راسك، تنقول لهاد الناس بقيت معاهم ايتو. المهم فينالمون وقع لي معاهم واحد لو بروبليم. ايه لو بروبليم اللي وقع كانهم واقيلا بغاو يسدوا ولا سي بو، ما قالوا لي والو. وانت كنتي في الشركه غتحسي بها واش المداخل ديالها يعني ناقصه ولا؟ المداخل امبيكابل بحال بحال، ما كاينش شونجمون. داكور. حيت هما شركاء وداك الشيء بحال باغيين يحلوا يفرقوا الشركه بيناتهم. واصلا اللي خدامين معاهم كلهم لا فامي ديالهم، انا اللي برانيه بحال باغيين ايليمينيو وما عرفوش كيفاش. هكذاك. المهم وصل لو موسيس عطوني دومي سالير. قلت له علاش عطيتيني دومي سالير؟ بقى فيا الحال حيت انا كنت خدامه معاهم من قلبي. ايه عطوني دومي سالير، قلت له علاش؟ قال لي وهذا الشيء اللي كاين وهذه وهذه وهذه، ولا ما عجبكش الحال غا قلبي على راسك.
وعلاش عندك ما عندوش الحق باش ينقص لك السالير ديالك؟ نورمالمون. مشيت عند لانسبيكتور ترافاي قلتها له، قال لي ما عندوش الحق. ما عندوش الحق. فوالا مشيت عند لانسبيكتور ترافاي قال لي ما عندوش الحق، استدعاه ما جاش هو، صيفط غير واحد السيد. مني ما تفاهمتش معاه، قلت لي صافي اعطيني محضر نمشي للمحكمة. ايه داكشي اللي قلت لي درت، عطاني محضر نمشي للمحكمة. قبل ما ندفع المحضر للمحكمة صبرت الشهر الاخر، لو موسيت كنتسنى لا ميم كنتسنى شنو غيدير معايا. مشيت لعندو هضرت معاه، قال لي هادشي اللي كاين، الا ما عجبكش الحال سير قلبي على راسك. ونورمالمون انا خدامه مع خوه، ولكن مولشي هو خو الاخر. خوه اللي كنت انا خدامه معاه من يعرف لو بروبليم كاين مشى وخلاني انا مني الاخر. إذن فينالمون من يوصل لو موسيت عطاني 2500 في لو صالير. هضرت معاه عاوتاني قلت لي اشنو كاين، قال لي هادشي اللي كاين سيري قلبي على راسك. قلت لي راك كتجري عليا، قال لي واه هادشي اللي كاين. يعني فهمي راسك اللهم. فوالا فهمي راسك وسيري، انا بقى فيا الحال. ايوا اش درتي؟ الحال ديال بصح. ايوا عندي واحد صاحبتي خدامه في لو ميم دومين، ديما تتعيط لي تتقول لي اجي ندير انا وياك لافير ديالنا، اجي ندير انا وياك لافير ديالنا. اييه صافي غامرت وانا نمشي. ولكن انت تاخذي حقك بعدا. انا دابا راه الدعوه في المحكمه. هكذاك لا ما ضع حق وراه ديري دافعي على حقك 11 عام ديال العمل ماشي. وشادها لي واحد المحامي وداز الجلسه الاولى في لو موا 10 وراه تاجلات لو موا 11. المهم راني اون كور في المحكمه حيت انا بقى في الحال على داك لوجيست اللي داروا ليا وما كنتش باغي. وهي الانسان ميتي دير العشره ديال 11 عام تتبغي الامور تمشي في امان الله. ولينا بحال فامي ولينا بحال عائله وما بغيتش نخل، وخليت صاحبتي وقلت لها لا ما نقدرش نمشي ونخلي الناس معولين عليا وهذه. ودابا اش درتي؟ اش درتي لاله فاطمه؟ اش درتي دابا؟ درت انا وصاحبتي حليت انا وياها واحد المكازان وخدمنا الحمد لله بخير وعلى خير. الحمد لله وهذا الشيء اللي بغينا. فوالا يعني كان كيما قلتي خاص غير البديه. ودابا راه كاين اللي حتى شنو راه حتى كاين اللي تتشعل عنده العافيه في العماره عاد تنقز للبلاصه الاخرى. ولكن ربي كبير والله القسم. يعني ربي كبير. كاع دوك الناس اللي كانوا كيشجعوني هما الان والله القسم الا وقفوا معايا. معلوم. المهم حنا الدومين ديالنا. ربي ما تيسد باب حتى تيفتح باب واحد اخر، غير خصنا تكون عندنا الثقه فيه اكثر، هذا الشيء اللي كاين. الدومين ديالنا حنا هو داك الشيء ديال الديكوراسيون ديال لاموبلومون ايتو. حلينا المكازا زعمنا يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. بعت طوموبيلتي باش بديت. ما كاين باس. ماشي بمشكل. أول حاجة بعدا تجيبي طوموبيل أحسن منا. إن شاء الله بإذن الله. لا أكيد. إن شاء الله. إن شاء الله أكيد. شنو درنا؟ درنا حيت صاحبتي الدومين ديالها لاموبلومون وعندها كتعرف داكشي ديال لامبوغ ليكسبور. درنا لامبورتاسيون ديال واحد الكونتينر ديال السلعة ديال لاتشيركي. جبناها الحمد لله جاب الله منها التيسير. بعناها لي كليون كاع اللي كانوا عندي في المكازا الأخرى جاو لعندي لهنا. والحمد لله. اللهم لك الحمد. واخا كرينا المكازا شوية غالية. مي الحمد لله الحمد لله. ودابا بديتي تفرسي لراسك شي سالير ولا مازال؟ بوغ لانستون مازال، بوغ لانستون باقيين يلاه محققين الاكتفاء الذاتي. الحمد لله المكازا شويه تضحيه ولكن ان شاء الله ملي غادي تشوفي راسك من بعد. لا شوفي غادي نفسيا ارتاحيت. معلوم معلوم. الحمد لله لقيت راجلي في جنبي تا هو كيشجعني تيقول لي غير سيري، يعني هز معايا يعني مكلف بالمدرسه ديال الدراري مكلف بزاف د الحوايج وانا الحمد لله بخير. ايوا الحمد يعني لله. الحمد لله. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الحمد لله ونشكره، الا خلصت غير المعلمين وخلصت الكرا ديالنا وخلصت الدراري كنجيبوا التعادل مع ان هذا الوقت الحركه شويه ميته، من الحمد لله. لا لا الحمد لله وما تنسيش واحد الحاجه فاطمه اختي. ما تنسيش واحد الحاجة. حاجه مهمه خصك تاخذيها بعين الاعتبار. هذاك شوف دابا شحال من منزل حليتي، راك ملي تولي يعني مدير شركه او راه اونتربرونور راه ماشي فقط تتلقى تدبر على السالير ديالك، ولكن راه تكرياد لومبلوا هذوك الناس. ودابا شحال من بيت غادي يفتحوا وشحال من بيت غادي يقريو وليداتو، وانتيا غادي راه واحد راه في حد ذاتها واحد الشعور يعني بالثقه بالنفس، غادي تشوفي بان غادي تزاد عندك معلوم، وغادي تحسي براسك بانك واحد الانسانه مهمه في هذا الوطن وفي هذا العالم وفي هذه الحياه الحمد كلها. الحمد لله. وعندنا عندنا عندنا الكلمه ديالنا مع الناس والسمعه ديالنا زوينه في السوق، يعني بزاف الناس
تيقولوا لي غير شي خدي السلعه وكشاش ما خلصتي. هذيك هي اللي غتحافظي عليها بزاف لان هذيك هي راس المال ديالك. وهذيك هي اللي انا علاش هذاك هو راس المال. علاش ما كنتخلص لا انا لا صاحبتي حيت كنديروا في اول حاجه تخلصوا الناس. برافو عليك. خاص حتى شي شيك ما يرجع ام بي. برافو. الناس اللي داروا معنا الثقه من يلاه بدينا وقفوا معنا خاصنا نبقاو غاديين معاهم. تبارك الله عليك لاله فاطمه راك ماشيه في الطريق الصواب وان شاء الله ربي غيعاونك وغادي تشوفي غتجيبي ان شاء الله احسن من داك الطوموبيله واحد ثلاثه ولا اربعه د المرات. الحمد لله وشكرا. عرفتي دابا واحد الاخ ديالي عاطيني الطوموبيل ديالو فاش كان ديبلاصه حيت الدومين ديالنا كيحتاج كاينه شي كليونت كتجي تقول لك انا ما بغيتش شي واحد يمشي معايا للدار بغيتك تمشي معايا نتيا تاخذي لي لي ميزيغ وتشوفي لي الديكوراسيون كنضطر نديبلاصه. والله العظيم من الاخ ديالي عاطيني الطوموبيل ديالو قال لي هيا عندك توكان نفسي. ايوا هذه هي لا سوليداريتي العائله تنحييو من هاد المحطه وتبارك الله عليك وبون كونتينياسيون. كلمينا فوق ما بغيتي كلمينا فوق ما بغيتي. مرحبا بك. عانك الله. شكرا. مع السلامه. اذا الموضوع ديال اليوم هو ان الفشل في عمل ما ماشي هي النهايه. وتنشكر الاخ عماد اللي عطانا مقطع في اللايف اللي تيتكلم على هاد الشيء. فعلا القصه وغادي نشاركوها لجميع المستمعين. القصه تقول بان واحد المدير عيط لواحد الانسان وقال له جا الاخر فرحان قال له راه سمعت كاين شي بروموسيون في الشهر الماجي الى اخره. فقال له لا احنا ما جيتش علاش عيط لك احنا ما عجبتناش الخدمه ديالك. قال له كيفاش انا تنخدم 60 70 سنه 70 ساعه في الاسبوع كي زعما تندير اكثر من جهدي وكما خلات الاخت اللي دابا شرحت لنا يعني حاط هو بالنسبه له حاط دمه في ذاك الشركه. فطبعا كانت الصدمه بالنسبه له لان قال له المدير لا هذا الشيء ما عجبناش فعلا انا تنعرفك بانك تتخدم ولكن حنا واحد الناس تنشوفوا الارقام والارقام اليوم ما تتعاونكش. غادي نوقف هذه القصه واحد دقيقه وغادي نذكر بالارقام بالنسبه للاخ الاخوه اللي باغيين يشاركونا اليوم في هذا الموضوع 025 60 66 66 او 025 66 60 67 او 025 66 60 68. وقفنا اذا عيط للاخ وقال له الارقام هي اللي تهمنا سيدي الله يعاونك. في الاول قبل حقا ما يقول له شي قال له كي داير العائله الى اخره زعما راه حنا ماشي دي سيناريو دو بيرسونيل ماشي كشخص ولكن حنا الارقام تنشوفوها. الارقام اليوم ما معك شيء سير سيدي الله يعاونك. فقال له شكرا على هذه الفرصه اللي عطيتوني ومشى بحالته. الوغ تاتي الصدفه من بعد عامين ان صاحب الشركه واقف وشكون اللي غادي يوقف بواحد السياره فارهه وطبعا ضخمه الى اخره هو صاحبنا داك اللي جرى عليه. فاذا ملي قال له هاي لاباس عليك شبارك قال له راه هذا الى اخره انا راه قال له اش درتي قال له راني فعلا تنشكرك لان كان عندك الحق انا ما كنتش في المكان ديالي وانا دابا راه لقيت المكان ديالي وراني خدمت في هذا شي حاجه وجاب الله التيسير. اذا شفتي كيفاش ان الامر كان دراما يعني شي واحد اخر يقول هذا مشى وخرج عليه وعنده وليدات وهادشي ما لا لكن شوف هو الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى. فاذا دائما الانسان ما يبقاش يقول بانه راه حنا حدينا الارزاق. واش الارزاق بيد العباد؟ كون كانت بيد العباد راه مشكله. لا الحمد لله ان الله سبحانه وتعالى ما تيسد باب حتى تيفتح باب اخر. فقط هو الانسان بعض الاحيان في ذاك الحاله ديال يعني تيحس براسه بانه طاح الى اخره تي بالعكس يعني النجاح لا يبنى على يعني يبنى على نجاح. لو كنت ناجح قليل باش غتمشي تقلب على كفاءات وحده اخرى وتجبدها. لكن لو فشلتي فعلا غادي توقف مع نفسك وغيكون واحد لحظات ديال التفكير ولحظات ديال التركيز وغادي تحاول انك تقول لراسك شنو ممكن ندير عاوتاني شنو ممكن نلقى راسي حل خاصة إلا كانوا متابعين كوليدات إلى آخره. فأكيد غادي تلقى الحل وربما هذاك الحل هو داك الحياة العملية اللي كان خاصك تعيش ولكن كان خاصك شوية ديال الزيار باش توصل ليها. يا باش نقولوا الإنسان كاين بعض الأحيان ما تيترمى حتى تيشوف الحريق وكاين العافية شاعلة عاد تيترمى للجهة الوحدة أخرى. فالله يخليكم. البيت القصيد من هذه القصة هو انه طبعا الاخت فاطمه هي قالتها لنا هي مشات لقات نفسها في شركه وطبعا ها هو ربي غادي يجيب هي اصبحت يعني من موظفه ديال 2500 درهم خصها اصبحت صاحبه شركه وهي غتادي ربما شحال تسميك ربما خدام معاها.
فهنايا اذا حكم الله كبير وعداله الله سبحانه وتعالى كبيره، الله سبحانه يمهل ولا يهمل. فاذا دائما خود قلب انت على لاغاج ديال كيفاش انك ترجع مسائل، ترجع هذاك الشيء اللي تحتي فيه، تعاود وتعاود تركز وتشوف شنو هما الكفاءات اللي مازال ما استغليتيها باش يمكن لك عاوتاني تستثمرها من جديد في فرصه جديده وفي عمل جديد. اذا ما عرفتش واش كاين اتصالات بالنسبه للمشاركه في هذا الموضوع، لان قلنا بان موضوع مهم، وطبعا كل حاجه يعني كل شيء حاجه تتبان لنا فيها يعني شر ربما هي الخير الكبير. فالبير اينشتاين مثلا على سبيل المثال، هو طبعا كل شيء تعرف البير اينشتاين، ويعني كل شيء تقول بانه اسطوره في عالم الفيزياء الى اخره. فتقولوا على انه في الاول تصوروا ما كانش يتكلم، كان عنده مشكل في الكلام وفي القراءه، فبالتالي حتى انهم اظنوا انه عنده شيء مشكل عقلي او انه انسان متاخر، يعني كطفل متاخر ما تكلمش بسرعه. فاليوم كل شيء تعرف شكون هو ألبرت أينشتاين اللي حصل طبعا وطردوه حقا من المدرسة، فهو صاحب جائزة نوبل. وطبعا الإنسان عاد من بعد ربما ذاك الفشل ديالو، ربما ذاك الحقرة اللي حقروه هي اللي جعلته أنه يخدم على نفسه ويجبد ذاك الطاقة وذاك ذاك الذهب اللي كان مخفي. فحاولوا تقلبوا على ذاك الذهب وذاك الماس اللي كاين في داخل كل واحد فينا، لأن كل واحد فينا عطيه الله سبحانه وتعالى الرزق ديالو، خاصه هو يقلب عليه ويحاول أنه يخرجه. أيضا طبعا في إطار دائما الأمثلة فيما يخص يعني العالم، فيما يخص هاد الناس، وولد ديزني مثلا طردوه ايضا من العمل، تقولوا له بانك سيدي ما عندكش مخيله. تصوروا معي وولد ديزني صاحب يعني اكبر شركات سينمائيه وصاحب طبعا ميكي ماوس اللي معروف الى اخره، طردوه من العمل في الاول، تقولوا له ما عندكش تخيل، ما عندكش، عندك مشكل ليماجيناسيون يعني التخيل. فطبعا من بعد وفشل في شركات اخرى قبل ما يحل الشركه المعروفه ديال وولد ديزني اللي هما اليوم ما كاينش شي حد اللي تغلب عليه في هذا الميدان. ايضا يعني الامثله عديده عديده عديده، ما كاينش، ما تنظنش كاين شي ناجح، ما كاينش شي ناجح ما فشلش، ما كاينش شي ناجح ما طاحش وعاود ناض. كما قلت لكم النجاح يبنى على الفشل، فالانسان اللي يفشل تيعطي واحد القدره واحد العزيمه كبيره على انه يمشي لقدام ويقلب على شنو ممكن يدير. ف وهذاك بحال تكون واحد لاغاج، تيكون عنده واحد تيكون عنده واحد تيبقى فيه الحال، فانه تيحاول انه يبرهن الناس انهم كانوا غالطين، فتيجبد كاع داك القوه اللي عنده وتينجح. فبالتالي قلبوا على الذهب اللي عندكم وقلبوا على القدرات اللي مازال ما خرجات، وإن شاء الله ما غادي يكون غير الخير. إذا هذه المسائل كلها طبعا كاين حكايات أخرى ديال نيوتن اللي تهو قال لك كان عنده مشكلة في الطفولة ديالو إلى آخره، وطبعا هو معروف في عالم الرياضة ما تشهر حتى صفته واحد عمه، يعني في خلال الدراسة كان هو يعني ضعيف في الرياضيات، ما برزات يعني القوة ديال الرياضيات عن نيوتن حتى جامعة كامبريدج، يعني في الابتدائي يعني في الكوليج عنده في الليسي ما كانش نيوتن مزيان في الرياضيات حتى طلع للجامعة. فيعني الإنسان ما يفقدش الأمل، مادام هناك الحياة هناك أمل، إنسان يقلب بشوي عليه، ماشي فقط ياخذ أحكام سابقة الأوان ديالها. فشلتي أجي نشوف علاش فشلت، شنو ممكن نحسن، شنو ممكن ندير، بلاتي هاد الخدمه هادي كاع اللي قريت عليها وانا درتها ربما ما صالحاليش، ماشي مشكل، علاش ما نديرش تكوين واحد اخر؟ الا كنت انا باغي نقلب كاع الحرفه كلها، علاش لا؟ علاش ما نديرش تكوين يعاونني في هاد الحرفه الجديده ونمشي؟ فالانسان دائما راه كاين بزاف ديال السيناريوهات، ما يمكنش فقط سيناريو واحد، ما يمكنش يكون فقط طريق واحد. الحمد لله حتى كاع مشيت واحد الطريق ولقيتها عامره شوك وعامره حفاير وعامره هذا، ما كاين باس نرجع وندير مارشاريال في ذاك الرومبو ونعاود ناخذ طريق واحد اخرى، او على الاقل لقيت الحجر بزاف نحاول ذاك الحجر نشوف كيفاش نديرو ونرجعو السور نتسلقو. فاذا دائما الانسان يحاول يشوف شنو هو يعني الخير في ذلك. فمن يجيكم شي حاجه بحال هكذا فما تظنوش بانه شي حاجه خايبه، لا، هي ربما شي حاجه مزيانه واكيد شي حاجه مزيانه، فقط خاصني نشوف كيفاش غادي نتعامل معها وكيفاش غادي يعني نبرز الطاقه ديالي في هذا الاطار في هذا الشيء الجديد.
اليوم هدرنا على الفشل في العمل ماشي نهاية الحياة أو نهاية العالم، الفشل في فرصة معينة في مشروع في عمل هو بداية جديدة، وأن الإنسان يشوفها ماشي نهاية الأحلام دياله ولكن يشوفها كفرصة طيبة لبداية مشروع آخر. هاد القضية هادي خاصني نديرها في بالي مزيان، وبأنه من تيتسد باب حتى تيتفتحوا أبواب واحدة أخرى، وهاد المسألة خصني نركز عليها، لأن بمجرد ما تطيح في هاد المشكل تتولي واحد الطاقة هائلة عندك، بحال داك اللي تيكون هارب من شي شفار تجي داك السرعة وتيمشي تيجري، نفس الشيء تيوقع، لأن داك الستريس كما تنقولوا حنا ما كاينش طبعا ستريس فقط يعني السلبي، كاين ستريس بوزيتيف أيضا، القلق الإيجابي والقلق السلبي. القلق الإيجابي هو تيجعلك أنك تلقى واحد الحلول وتتلقى شي مسائل كانت خافية عليك أو أنها كانت نائمة شي قنت عندك تما عاد جبتيها، فهاد المسائل هادي تجعلك انك تزيد لقدام معطيات جديده بواحد الثقه اكبر في نفسك، خاصه ملي تتنجح في المجال الجديد. واحد الحاجه حتى هي ما تنساوهاش، علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمئن قلبي، الارزاق بيد الله، ثم ان الرزق ديالك راه غادي يوصلك غادي يوصلك. هدرنا الاسبوع اللي فات في الارزاق وقلنا كاين جوج نوعيه الارزاق، رزق يطلبك ورزق تطلبه. الرزق قلنا اللي تيطلبك هو الرزق اللي مكلم اللي غيعطيك الله سبحانه وتعالى، يعني غيوصلك غيوصلك، والرزق الذي تطلبه هو الرزق اللي غادي تمشي تقلب عليه بالكفاح وبالعمل. طبعا ما كاينش واحد نوعيه وحده العمل، يعني العمل في البيرو او في ستيلو او هذا، لا، راه الفرص كاين بزاف طالما ما يدار. فالانسان دائما ما يقلبش فقط انه يقول تنتسنى وانا جبت الدبلوم وانا مازال تنتسنى، لا، فكاين طرق جديده، كاين اللي كان تيتسنى وكان فعلا بدا واحد المشروع وجاب الله التيسير وداروا وصدق له حساب من ديك الوظيفه اللي كان غادي يمشي ليها، وهو اصبح يعني صاحب شركه ولاو الناس خدامين عنده. فطبعا هاد المسائل هادي ما ناخذهاش، راه ما كاينش فقط طريقه وحده للوصول، كاين طرق الحمد لله، ما كاينش اسم واحد للسعاده، وانما هناك اسماء عديده وكثيره للسعاده. وشوفوا ما تبقاوش قلبوا على واحد الباب ما تفتحلكش، ما تبقاش تدق فيه، صافي الى تسد صافي، فهم راسك، فهم عني الله، سافو دير كو رزقك بلاصه واحده اخرى، سير قلب عليها. اي نعم اجتهد، ولكن ملي تشوف الباب مقفل راه ماشي ديالك، سير دق ابواب واحده اخرى، الابواب كثيره الحمد لله وموجوده. فهذا اللي بغينا نخرجوا من هاد الموضوع اليوم. تنتمنى ان لو يعني هناك أشخاص في هذا الموضع هذا يكونوا أنهم شافوا الأمور بشكل مختلف، وطبعا الحياة تستمر، وما دامت هناك الحياة هناك الأمل، وطبعا تنقلبوا على الرزق ديالنا. غادي ندوزو كما دازت كما العادة للتمرين اللي تنهيو به دائما البرنامج، ألا وهو التمرين ديال لاغراتيتود ديال الحمد. غادي نغير اليوم فيه شوية على أساس أنه غادي ندير فقط ثلاثة باش تركزوا معايا، لأن فعلا بالنسبة للمبتدئين مزيان نبداو غير بثلاثة وعاد نمشي، وغتلقاو بأنه بسهولة تنوصلوا لخمسة ونوصلوا حتى لعشرة، فقط هو الإدراك والتأويلات خصها التغيير، ولكن بشوية بشوية ما كاين باس. فإذا غادي نبداو التمرين بالنسبة للإخوة اللي غيحضروا معنا أول مرة في هذا البرنامج، إذا كل واحد في بلاصته غادي يحاول أنه يفكر في ثلاثة الأشياء كان جميلة اليوم باش ينهي بها هذا اليوم هذا ويبدا واحد الأمسية سعيدة. فطبعا تركيز الطاقة في الإيجابيات غادي يجعلنا أننا نبدلوا المزاج، وغادي ندوزوا طبعا المزاج جيد ومعتدل باش يمكننا نمشيوا الأمسية سعيدة ونحيدوا ذاك الطاقة السلبية اللي كانت عندنا في اليوم مع العمل مع العلاقات إلى آخره. فإذا كل واحد بلاستو غادي نفكروا في الموضوع الأول. الحمد لله. إذا الموضوع الثاني أو الشيء الثاني بالنسبة للإخوة اللي ما لقوش، ربما فقط فقتي من الفراش فوق رجليك، راه فوق راه هو تحمد عليه الله، شيء يعني ماشي يعني ماشي كل شيء تستطيع يديرها. الحمد لله. الشيء أو الموضوع الثالث الحمد لله. الحمد لله عدد أوراق الأشجار، الحمد لله عدد حبات الرمال، الحمد لله كثيرة، الحمد لله دائما وأبدا. تيقوني أعزائي، حاولوا دائما تمرين الحمد، عملوه ليلة مساء وغادي تشوفوا الفرق،
وكونوا متاكدين بانه غادي يكون الفرق. فقط حاولوا ودائما من بعد ربما غدا ان شاء الله نشوف معكم تمرين جيد ايضا فيما يخص التنفس اللي هو شيء جميل باش يمكننا اننا يعني ندخلوا الاكسجين بشكل جيد بالنسبه للدماغ اللي تجعلنا اننا نشعر شعور طيب. فدائما نكونوا متمسكين بالحمد والحمد لله على كل شيء وغادي تشوفوا كيفاش الامور غادي تتغير. اذا موضوع غدا ان شاء الله غادي يكون في مجال العائله وغادي نتكلموا على كيفاش نخلقوا السعاده الزوجيه في ما بين الازواج. واش شي حاجه اللي تكتسب؟ واش شي حاجه تنخدموا عليها؟ غدا كونوا معايا على نفس المحطه وفي نفس الميعاد. بالنسبه للاخوه اللي بغاو يشاركونا في الواتساب راه عندكم الرقم الواتساب في اللايف، فاذا ممكن تخليوا رسائل صوتيه او مشاركه. خليكم على خير، الى الغد ان شاء الله.